هنبدأ شغل على طول. الوصفة بتاعتي النهاردة زي ما قلت لكم، ده دقيق شوفان كامل تمام، وده معايا القمح الحبة الكاملة، دقيق قمح حبة كاملة. طيب ده بمعدل معايا، أنا بمزج ما بين الاتنين بمقادير متساوية. هقول لكم بالظبط تفاصيل الموضوع وازاي نمشي بيه واحدة واحدة عشان تطلع ناجحة معاكي. وعلى فكرة لو جربتوها والله العظيم مش هتبطلوا تعملوها، ومش هترجعوا خالص للدقيق الأبيض، لأن هتحس إن هي بتشبع وطعمها خفيف وحلو ومش متعبة يعني. طيب نقول المقادير بقى اللي هي المفروض هنشتغل بيها، نحط المقادير الجافة مع بعض. دي كوباية ونص من دقيق الشوفان، زي ما قلت لكم بنروح جايبين الشوفان ونطحنه، نحمصه الأول، وبعد ما نحمصه بنطحنه، وبعد كده بنعمل ايه، بنروح حاطين بناخد منه يعني، ما بندخلوش خالص، بنستخدمه زي ما هو. طيب هنحط نفس المقدار من الدقيق الأسمر. الدقيق الأسمر فيه منه نوعين في السوق موجود، في منه الدقيق الأسمر الخشن وفي منه الدقيق الأسمر الناعم. فخلينا دايما في الحلويات أو المخبوزات اللي زي كده بنستخدم الدقيق الأسمر اللي هو الناعم علشان يطلع النتيجة معاكي كويسة. في وصفات تانية بنضطر نستخدم فيها الخشن، لكن الناعم هنا هو ده اللي احنا محتاجينه. فأنا زي ما قلت لكم دلوقتي حطينا كوباية ونص من دقيق الشوفان، حط كوباية ونص من دقيق الأسمر الناعم. خلينا كده نحط كوباية كمان، نص كوباية كده اهو، طيب بقية المقادير الجافة دي معلقة الا ربع او نص معلقة كده من الملح، وده السكر. دايما الملح والسكر بنحطهم اول حاجة علشان ما ننساهمش. السكر بنحط معلقة، وزي ما قلت لكم ليه بدايل، البديل معلقة عسل، معلقة دبس تمر، او سكر دايت، ده او ده او ده اللي انت بترتاحي له اعمليه. ده كمان ريحة الكحك اللي انا قلت لكم عليها، بنطحنها وبنجيبها هي دي اللي بتدي فعلا ريحه كويسه قوي للحاجه اللي بنعملها. طيب البيكنج باودر برضو بنحطه، شوف شايفين كل المقادير الجافه شغاله معانا وبنحطها، والسمسم. السمسم بنحط نص الكميه وبنكون طحنينه طازه علشان ريحته تكون حلوه معانا في الشغل. لازم يكون يعني سوري متحمص وقت ما احنا شغالين على طول. فاحنا حطينا نص الكميه دلوقتي، خلاص كده احنا تقريبا حطينا كل المكونات الجافة مع بعض، بنقلبها كده. خلي بالك انت ممكن في نص ساعة تقدري تعملي حاجة زي دي وتكوني مجهزة فطار، احلى فطار لولادك، حتى لو في مدرسة يعني، حتى لو ايام مدرسة مش ايام عيد بس. فيعني اعتبري ان هي اساس تقدري تعمليه بسرعة جدا سهل يعني، من اساسيات اليوم يعني، من اساس التغذيه بتاعت اليوم. حطيت الكوبايه اللي فيها زبادي وكريمه لباني الاثنين مع بعض بكميات متساويه. احط كمان الزيت واقلب بقى. خلي بالكم احنا هننزل دلوقتي بايدينا وهنعمل كل حاجه. في طريقة تانية ان احنا بنمزج السوائل الاول مع بعض، الطريقة دي برضو كويسة. بنمزج السوائل الاول مع بعض، خلي بالك احنا هنحتاج شوية بس كده، لان الكميات انا هي دوب حطاها المقدار مظبوط، فالشوية اللي انا سايباهم دول هيفرقوا معايا في طراوة العجين. في ناس بتحط السوائل الاول، ده نقدر نعمله، نحط السوائل الاول وبعد كده بنشوف هي هتحتاج دقيق قد ايه، ممكن ده وممكن ده. وبرضو احنا مش محتاجين نكبس دقيق قوي يعني، مش عايزين نكبس دقيق شوفان بالذات، لان الجلوتين اللي فيه بيطلع بعد شوية، ما بيطلعش على طول اول ما بيمتزج بالسوائل. فبنستنى عليه شوية كده، هتبصي تلاقيه العجينة مسكت معاكي اكتر وبقت احلى يعني. طيب دلوقتي بقى لازم وجب ان احنا نشتغل بايدينا. خلوني نعمل كده.
طيب انا واحنا شغالين كده اقول لكم على فوائد الدقيق الاسمر، فوائد الحبه الكامله. هي ليه دايما بننادي احنا باستخدام الحاجات دي بدل الدقيق الابيض؟ الدقيق الابيض معروف انه بيرفع سكر الدم جدا، اول ما بناكل حاجه فيها دقيق ابيض بيرفع سكر الدم مره واحده، والدنيا بتكون احنا هننزل على الرخامه على طول بس كده واحنا بنتكلم. الرخامه طبعا بتكون ممسوحه ونظيفه كده. نرجع تاني للكلام عن الدقيق الكامل اللي هو الحبه الكامله، اي نوع. ممكن الحبه الكامله تكون شوفان، ممكن الحبه الكامله تكون مثلا دقيق اسمر اللي هو القمح، يعني ممكن حاجات كتير. اهم حاجه ما نخسرش الفوائد، لان هو في حاجات كتير قوي غير الطبقه اللي جوه قوي اللي هي الطبقه البيضاء اللي احنا بنستهلكها. الطبقه دي هي اللي بترفع سكر الدم زي ما قلت لكم بسرعه جدا، وبتخلي الجسم يجيله هبوط مفاجئ. يعني مش بس ان احنا سكر الدم بيرتفع، لا ده بيرتفع وبعد كده بينزل نزول مفاجئ، فبنحس بهبوط ونحس ان احنا جعانين. هو ده اللي بيعمله الدقيق الابيض. طب الدقيق الاسمر بقى الالياف اللي فيه بتعمل ايه؟ خلينا نركز كده مع بعض شويه. الالياف اللي موجوده في الدقيق الاسمر ايا كان نوعه، دي بتخلينا تعمل عمليه تغليف للمواد الغير مهضومه. لو حصل عسر هضم او حصل مشاكل في الهضم بتعمل تغليف للمواد الغير مهضومه وبتعمل سهوله في الاخراج. فالناس اللي عندها مشاكل في الاخراج ده بتساعد جدا جدا على سهوله الاخراج، لان الالياف اللي فيها الياف قوية فحلوة. يعني في ناس بتتعب منها اللي هي عندها مشاكل في القولون العصبي، دي بنحاول نقلل شوية من كميات الألياف اللي موجودة بان احنا بننخلها شوية مثلا بس بنسيب فيها جزئتين، او نقلل الكمية اللي بتتاكل كده. العجينة زي الفل زي ما انتم شايفين كده، لونها طبعا اغمق شوية من العادي، لان العادي المفروض ان العجينة بتكون بيضة جدا و ناصعة البياض، وده مش هو ده الصح طبعا. فاللي هنعمله ان احنا هنفردها الاول، بس هنحط شوية دقيق كده تحت. طبعا القراقيش كلنا عارفين بتتعمل ازاي، هو نفس الشغل ونفس الكلام اللي احنا بنعمله في القراقيش العادية هي بالظبط. ممكن بس ناخد جزء كده ما نستخدموش عشان ايه نقدر نرققها اكتر. لو في مردانة بتكون احسن كتير طبعا، بتفرق معاكي في الشغل. النشابة يعني. طيب احنا لو حبينا نقلب العجينة، لو قلبنا العجينه في الدقيق الابيض، هقول لكم بس الفرق علشان ما تتخضوش وتحسوا ان انتوا عملتوا حاجه غلط وان الوصفه باظت منكم. الدقيق الابيض بيكون الجلوتين فيه عالي جدا، بيكون متماسك جدا، فلو قلبنا العجينه هتروح وتيجي معاكي بمنتهى السهوله وهتبقى شغلها زي الفل. يعني هو دايما اللي بيشتغلوا بالدقيق الابيض بيقول لك عجينه عامله زي الملبن، زي اللبانه اللي هي ايه ماسكه نفسها وما بتتحرك معاكي، لو عملتي فيها ايه هتتحرك معاكي. الوضع هنا مختلف، ده الدقيق الاسمر او الحبه الكامله بيكون الوضع مختلف. مختلف ليه؟ لان ما عنديش جلوتين عالي، فهي مش ماسكه نفسها ومش ماسكه بعضها، فانا بتعامل معاها على الاساس ده. بس وانس ان هي دخلت او سوري اول ما دخلت الفرن واشتغلنا بيها هتشوفوا النتيجه دلوقتي هتطلع ازاي. في بقى نقدر نحشي عجوه طبعا. هنتكلم كمان شوية كده عن التغذية أثناء الحجر الصحي أو الحجر المنزلي اللي المفروض نكون كلنا عاملينه. التغذية أثناء الحجر المنزلي عشان نحافظ على مناعتنا ومناعة ولادنا. واتكلمت كتير أنا على فكرة جدا في موضوع المناعة، وقلنا وصفات هقول لكم عليها كلها دلوقتي، الحاجات اللي نقدر نعملها علشان نحافظ على مناعتنا
ونعليها ونقويها كوقاية من أي أمراض تانية، مش شرط يعني الكورونا، لكن ممكن نحمي نفسنا من أي أمراض تانية بالطريقة دي. احنا كده حشيناها، هنطلع بقى نحاول نقلب العجينة من غير ما تتقطع مننا، ولو اتقطعت هنعدلها مع بعض. تمام، في انواع دقيق برضو نقدر نستخدمها ونعمل بيها نفس الوصفات دي، اللي هي بتكون جلوتين فري، زي دي اللوز، زي دي الرز، زي دي السمسم، زي حاجات كتير جدا نقدر نعمل بيها الشغل ده. تسوية بقى القطع علشان تطلع معاكي حلوة كده وشكلها منظم ومنمق اهو. في ناس بيكونوا محافظين جدا جدا على تقاليد التراث بتاع الكحك والبسكوتات والحاجات اللي زي دي، وبيحبوش اي تغيير في الوصفة، فانا طبعا اقدر جدا كلامهم واقدر جدا موقفهم، بس هو لازم نراعي برضو الناس اللي ما بيعرفوش ياكلوا الحاجات اللي احنا بنعملها في العيد بنفس الشغل اللي بيديه الابيض وبالسمنة الكتير وبالدهون الكتير، فده مراعيتنا ليهم بان احنا بنعمل لهم بدايل، هي دي البدايل، ياكلوا زينا ويعيشوا زينا بس هياكلوا حاجات صحيه ما تتعبهمش. يعني انا مش شرط اسمي امراض معينه، ولكن في امراض كتير جدا بيحصل مشاكل كتير لو اكلنا حاجات كتير من الدقيق الابيض والسكر الكتير. اراقيش بالعجوه زي الفل، طلع معانا تحفة ان شاء الله، لما تستوي هتشوفوا شكلها عامل ازاي. على فكرة بعد ما تستوي يعني الطعم مش هيختلف كتير، مش هتحس انتي بتاكلي حاجة غريبة، بالعكس انا بحس ان طعمها احلى، جايز عشان انا متحيزة بقى للاكل الصحي. طيب العجينه دي نقدر نعمل بيها حاجات كتير قوي، نقدر نعمل بيها كحك على فكره، نقدر نعمل بيها كمان طبعا لا البسكوتات مش هتنفع خالص، لان البسكوتات بيكون شغلها مختلف وداخل فيها بيض وكده، لكن دي نقدر نعمل نشكل منها كحك، نقدر نشكل منها بيتي فور، بس بنزود الدهون شويه، بنحط شويه زبده خفيفه كده، الزبده الصحيه طبعا مش ما فيهاش مشاكل، ما تكونش سمنه، لازم تكون زبده طبيعيه ما تعرضتش لاي عمليات حراريه اهو. ندخلها الفرن ونقعد نتكلم مع بعض شوية كده عن التغذية أثناء الحجر المنزلي، نعمل إيه وإيه الوصفات اللي لازم ناخدها، إزاي نزود المناعة، المناعة طبعا مهمة جدا في الفترة اللي احنا فيها دي، من أهم الحاجات. خلينا بس هنحط فرشة زيت كده عليها ونحط السمسم، دقيقة واحدة. هناخد من الزيت، خلي بالكم انا نقطة زيت بتكفيني ان انا اعمل الحركة دي، نقطة واحدة كفاية. في طريقة تانية ممكن نعملها، بخاخة مية، بنعمل رشة خفيفة كده ببخاخة المية، وده بيكون أفضل كمان من الزيت، بيمسك معاكي السمسم أكتر عليها اهي.
قراقيش دي ولا مش قراقيش؟ قراقيش وبالعجوه وبالسمسم، وطعمها هيبقى حلو ان شاء الله، وريحتها ريحه الكحك، وكانك خبزتي حاجات كتير جدا في البيت. وهندخلها الفرن دلوقتي على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، الفرن يكون شغال فوق وتحت لو شغال معاكي كده، وهتلاقيها ان شاء الله طالعه تحفه. كده هنلم الدنيا شويه ونقعد بقى نتكلم مع بعض كده عن زي ما قلت لكم التغذيه الصحيه في فتره الحجر المنزلي. طبعا خلينا كده ايه نلم الموضوع شويه ونتكلم مع بعض. هناخد دلوقتي مكالمه من اسوان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتوره؟ اهلا حبيبتي، اتفضلي. انا معجبه بحضرتك بصراحه. ربنا يكرمك يا حبيبتي، اتفضلي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب، وانت طيبه. عيد سعيد عليكي وعلى اولادك وعلى امه مصر والامه الاسلاميه جميعا يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. اتفضلي اتفضلي، عندك سؤال؟ بقول لك يا دكتوره، انا ينفع اخد برشام او اخد عاوزاكي او مثلا وجبه غذائيه ينفع؟ بالراحة، بركزي كده، قولي عايزة تقولي ايه بالظبط وانا هجاوبك عليه. لا انا عايزة اخس، يعني ممكن امشي على وجبة غذائية ولا احسن البرشام؟ تمام. بصي، انا ما بفضلش انواع العقارات، سوري، العقاقير او البرشام اللي بيتاخد علشان ننزل الوزن، ما بفضلوش خالص. انا اتجاهي في الحياة ان احنا بيكون لينا نظام حياة متكامل، بداية ما بنصحى من النوم لحد ما بننام بنكون مركزين في كل حاجة دخلت في بقنا ونزلت على الأمعاء، لأن هو ده، معلش يعني، هو ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنت عارفة أكيد يعني إن سبب الداء اللي موجود، سبب داء في أي داء في جسمنا بيكون موطنه هو في الأمعاء وفي البطن. فاحنا لو ركزنا في الحاجات اللي بناكلها وركزنا في كل حاجة، يعني أكون عقلي في راسي كده، عارفة كلمة عقلي في راسي، أكون عقلي في راسي وعارفة أنا باكل إيه وعارفة إيه اللي داخل ليا وهيفيدني ولا لأ. هو ده اللايف ستايل اللي بيقولوا عليه، الحياة الصحية المتكاملة، هو ده اللي هيخسسك، هو ده اللي هيظبط صحتك كمان، مش هيخسسك بس. حتى لو كان عندك وزن زيادة شوية، كيلو اتنين تلاتة مش مشكلة، حتى لو 5 كيلو مش مشكلة، أهم حاجة إن صحتك كويسة، والكيلوهات الزيادة دي هتنزل لو أنت ماشية صح واستمريتي على ده. طيب إيه بقى النظام الصح اللي تعمليه؟ أول حاجة اللي احنا عملناها النهاردة، هي دي أول حاجة تتعمل. هنبعد تماما عن الدقيق الأبيض، هنبعد تماما عن السكريات. لو انت اوفر ويت قوي، وزنك زيادة قوي، فانت تبعدي تماما، مش هندلع فيها ومش هناخد حاجة وبعد كده نرجع ناكلها تاني، سوري يعني نمنعها وبعد كده نرجع ناكلها تاني، لا هنمنعها تماما. هناخد من الحاجات اللي زي كده، لو تعمليها في البيت اوكي، لو مش هتعمليها في البيت هتشتري العيش الاسمر اللي هو العيش البلدي المصري اللي احنا عارفينه كلنا، وموجود في الصعيد وموجود في كل حته، هتستخدميه وهتاخدي منه ربع رغيف. تمام، هكمل لك بس هاخد تليفون تاني من ايه في القاهره. اتفضلي يا ايه. كل سنه وانت طيبه يا ايه. وانت طيبه حبيبتي. لو سمحت حضرتك، انا كنت عايزه حاجه كمان، حاجه للنحافه. حاجه لايه الاول؟ للنحافه، يعني النحيف اللي هو يعني رفيع وكده. واللي تمام، اوكي. النحافه. شكرا حضرتك. العفو حبيبتي، على ايه، ده انت نورتيني. النحافه، خلينا نقول النحافه دي برضو هي خطوات بتتعمل، ستبس كده بتمشي عليها. تمام، اول حاجه لازم تلعبي رياضه. لو انت ما بتلعبيش رياضه ممكن تمشي حتى في البيت، يعني هو طبعا كلنا ما نقدرش نتحرك دلوقتي ولا نروح اي اماكن نلعب فيها رياضه، بس تقدري تطلعي حاجات فيديوهات من على النت طول الوقت شغالين، يعني بتطلعي فيديو فيه حركه عنيفه شويه، حركه سريعه، بتحركي جسمك، بتسخني عضلات جسمك، وبعد كده بتاكلي وجبات متكامله. الوجبه بيكون فيها بروتين، بيكون فيها نشويات، مش هقول لك كلي دهون ومش هقول لك كلي سكريات علشان تتخني، لا، احنا اللي احنا هنعمله هناكل صح برضو علشان لما تتخني ما تعانيش من زياده في مخازن الدهون وتعاني من ترهلات بعد كده. عايزين حتى لو هتتخني تتخني صح.
هتاكلي وجبه فيها نشويات زي دي بس بكميات اكبر شويه، هتاكلي حاجه فيها بروتين عالي. طبعا انا مقدره ان بيكون في سده شهيه شويه وسده نفس بالنسبه للناس اللي عندها نحافه، فاحنا هنقسم الوجبات بتاعتها، تاخدي كل ساعتين وجبه، كل ساعتين وجبه. في مشروب بيتعمل لعلاج النحافه، المشروب ده حلو قوي قوي، عباره عن تمر، تمام؟ التمر ده بتجيبيه بتفصصيه كده وبتسويه على النار، الكيلو بتحطي عليه لتر ميه، الكيلو بتحطي عليه لتر ميه وتسيبيه يستوي، وتحطي عليه شيا، بتحطي عليه شوفان، تمام؟ بتحطي عليه الحاجات دي وتسويه كويس قوي، بعد كده تضربيه في الخلاط. دي واحده بس هبص على الحاجه اللي في الفرن علشان ما نسرحش عليها وتبوظ مننا، تمام؟ اوكي هكمل لك برضو، بس هقول لك المشروب ايه هو بالظبط، بس بعد ما ناخد تليفون من سناء في الجيزه. اتفضلي يا سناء. ايوه مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. مساء النور طيبين يا حبيبتي. وانت طيبه. وانت طيبه يا عيد مبارك وسعيد عليكم يا رب، وعلى المعلمين عليها كلهم يا رب، علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. يا رب سعيده. والله حضرتك انا بخس من فوق، يعني من عندي وسط، من اول وسط كده لغايه فوق خاسه خالص. تمام. بس النص التحتاني ده مش عارفه اتعامل معاه، وانا عندي الغضروف ما اقدرش العب رياضه، ومش عارفه اتعامل ازاي يعني معاه. وبعد اذنك عايزه اعرف كمان اللي في الفرن ايه، بس بعد ما تكمل يا حضرتك. هطلعه حالا دلوقتي وهتشوفي اللي في الفرن. هو ايه عباره عن ايه؟ هو قرايش. حاجه بالشوفان؟ اه قرايش بدي الشوفان، ودي الاسمر ومعموله بالزيت، وطالعه عشان لو اللي في الاستديو معايا بيتكلموا هيقول لك الريحه عامله ازاي. يعني ليا ان شاء الله. كلهم بيقولوا جميله وتحفه، هتشوفي يعني. جربي بقى اعمليها في البيت وان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. اهي. يعني انا بصراحه مش شايفه اروع من كده. خلي بالكم انا هرد على سؤالك، هرد على سؤالك بس بعد بس من ندي الموضوع حقه شويه. لان والله انا يعني ممكن اكون متحيزه، وناس كتير بتقول انت متحيزه قوي للاكل الصحي، بس لا هو فعلا بيطلع حلو، وفعلا لو انت اتقنتيه وحطيتي الموضوع في دماغك وعندك اراده كويسه هتطلعي الحاجه مظبوطه. وكمان لو حطيتي في دماغك نقطه مهمه قوي، ان انت بكده انت بتنفعي ولادك مش بتضريهم. انت لو اديتيهم حاجات تانية انت بتضريهم، بتديهم حاجات مش هنتكلم على الحاجات المغلفة والحاجات اللي فيها سموم اصلا، لا احنا بنتكلم على الحاجات اللي بنعملها في البيت بس بطريقة غلط. لا جربي، مش هتكلم تاني، جربي كده وطلعة ما شاء الله وهمية. ربنا يكرمكم يا رب كده، ولو جربتوا بقى بقولوا لنا يعني عملتوا ايه. تمام. نرد بقى على سناء. الجزء اللي هو اللي تحت بيكون ده اساسا هو موجود في الوطن العربي كله، مش في مصر بس، موجود الموضوع ده. يعني ده بيكون محتاج برضو نوع معين من الاكل، ونبعد عن حاجات معينه. هتبعدي عن الاجبان وهتبعدي عن اللبن، تمام؟ الاجبان بساندوتش الجبنه بالليل مع العيش الشامي او العيش الابيض او العيش الفينو اللي بتجيبه بالمخبز سخن وطازه وريحته وكده، بتقولي احنا كلنا يعني كنا بنعمل الكلام ده. العيش ده فظيع، وبنحط عليه حته الجبنه وبنحط معاه الخيار، وناخد سندوتشين ثلاثه اربعه مع كوبايه الشاي اللي عليها ثلاثه اربع معالق سكر. خلي بالك هو ده اكتر حاجه بتسبب السمنه في المنطقه السفليه. طيب الموضوع ده هتبعدي عنه تماما، الجبنه هنبعد عنها تماما، هتبعدي عن السمنه، الدهون المشبعه، السمنه والزبده، وحتى الزبده لو صحيه، انا دايما بقول الزبده صحيه، لا هتبعدي عنها، هتستخدمي بس زيت زيتون في اكلك. زيت الزيتون من الحاجات اللي بتقضي على الدهون المتراكمه في الجسم، بتقضي على الدهون اللي موجوده في مخازن الدهون، وبتقضي كمان على دهون الكبد ودهون اللي بتكون موجوده في بتعمل تصلب شرايين، الدهون الثلاثيه والدهون اللي موجوده على الكبد. ان هو اساسا هو دهون صحيه، فبتيجي كده وبتروح زقه الدهون الثانيه اللي مش صحيه وتقعد مكانها، وهو يعني عنده عافيه شويه زيت الزيتون، انا بقول كده يعني. هتستخدميه في اكلك، وهتبعدي عن الجبنه، وهتبعدي عن الزبده، وهتبعدي عن الالبان لفتره. هتستخدمي كمان بذر الكتان، تمام؟ وهتستخدمي الشوفان من اكتر الحاجات اللي تدخليها في اكلك باي طريقه. باي طريقه تدخليها في اكلك هتستخدميه، لانه من اكتر الحاجات اللي بتدوب الدهون او بتعمل
هي بصي بتقضي على السمنه في المنطقه السفليه، بلاش نتكلم في كلام علمي كتير، بس هي بتقضي على الموضوع ده. مشروب البردقوش مع الزنجبيل مع الليمون، البردقوش وزنجبيل وليمون، بتعملي الاثنين دول وبتحطي عليهم عصره الليمون في الاخر بعد ما بيبرد شويه، لان ما ينفعش عصره الليمون بنسخنه علشان الليمون بيفقد فيتامين سي اللي احنا معتمدين عليه اساسا علشان يثبت لي كل الفوائد اللي خدناها، بيتأذي او بنخسره بالحراره وبالضوء، فمش عايزين نحطه على حاجه سخنه. هتعملي البردقوش والزنجبيل وتحطي الليمون بعد ما يبرد وتشربيه الصبح، تمام. حاجه تانية، الشاي الاخضر بعد كل وجبه، الشاي الاخضر، ويا ريت لو حطيتي عليه نعناع، النعناع حلو قوي قوي لانه المنتول فيه بيكون عالي، وخصوصا لو كان نعناع طبي اللي هو الحبق، النعناع الطبي ده الحبق اللي هو الحبق السعودي يعني. على فكرة ممكن تزرعيه في البلكونة في أي مكان عندك، هيطلع تحفة معاكي، ما بيتأثرش وبيطلع بينمو بسرعة يعني وحلو يعني. ده بيكون فيه المنتول فيه عالي قوي، هو عبارة أنا بسميه كده ديتول البطن، ديتول أو مكنسة البطن. يعني إيه؟ يعني بينظف البطن من البكتيريا الضارة، من التخمر، من المشاكل اللي بتحصل في الأمعاء، هو بينظفها جدا، فبالتالي بيحصل عملية هضم مستقر ومريح. أي لو عندك عسر هضم هيعملك مشاكل سمنة ويعملك مشاكل تخزين دهون، لو عندك أي مشاكل تانية في الأمعاء، كسل في حركة الأمعاء، هيعملك نفس المشكلة. فلكن احنا لما بننظف أمعائنا وبنخليها الهضم بتاعها مريح ومستقر، بيحسن مش بس الدهون اللي موجودة في جسمنا، لأ ده كمان بيحسن نفسيتك جدا، بتفرق تماما معاك. يعني هي حاجات كتيرة قوي المفروض تتعامل مع بعض علشان نقضي على الموضوع ده. في حاجة تانية، انت طبعا ما بتتحركيش كتير، فلو مش عارفة ده هل متاح معاكي ولا لأ، المساج بيفرق جدا جدا في تنزيل الدهون في المنطقة دي. فلو في مكان بيتعمل فيه مساج او انت بتعمليه مثلا، في اجهزه بتتباع وموجوده، الاجهزه دي بتتعمل بيها مساج على المكان ده، بيحرك الدهون السطحيه اللي تحت الجلد، وبالمشروبات اللي بتشربيها بتبدا تدوب معاكي، بنظام اكل صحي بتبدا تنزل معاكي. فربنا يعينك يا رب كده ويقويكي، وان شاء الله تكون اجابتي نفعت معاكي، وان شاء الله خير يا رب وعيد سعيد عليكي. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، حاولوا بقى تجربوها، هي طلع شكلها فظيع. كان في سؤال لآية تقريبا انا ما ردتش عليه، مش عارفه كان مشروب، مشروب النحافه. مشروب النحافه زي ما قلت لك، اوكي، مشروب النحافه بنجيب التمر زي ما قلت لك كده كيلو، وبنحط عليه لتر ميه وبنسويه كويس قوي، بتحطي معاه الشيا لو انت موجود عندك، مش موجود مش مشكله، بس هي من السوبر فود يعني اللي بتدي طاقه وبتدي كل الفيتامينز اللي الجسم محتاجها. فلو انت الفيتامينز عندك والمعادن مستقره في جسمك، شهيتك هتكون مظبوطه بعد كده. فالمشروب ده مش بس بيزود الوزن، لا هو كمان بيظبط الشهيه. هاتي شيا وحطيها عليه معلقتين، هاتي شوفان وحطيه عليه معلقتين، وابدأي سويهم كده مع بعض واضربيهم في الخلاط، حطي عليهم معلقه عسل اسود او معلقتين عسل اسود. هيبقى عندك معجون، تمام. المعجون ده هتجيبي مكعبات التلج، هو حاجه بتبقى شبه كده بس بتبقى متقسمه، تمام، حاجه بلاستيك شبه كده وبتبقى متقسمه مكعبات التلج، بتحطي فيها المعجون، بتدخليها في الفريزر، بيطلع عندك مكعبات، المكعبات دي بتحفظيها عندك باي شكل كان. كل شويه بقى زي ما انت قاعده كده، طول ما انت قاعده بتروحي جايبه موزه مستويه لطيفه كده، موزه كلبوزه، وتروحي حاطه عليها مكعبين ثلاثه، وتروحي حاطه عليها معلقتين تاني من العسل الاسود، من دبس التمر، من العسل الابيض، ايا كان نوع المحليات اللي انت بتستخدميها، وتضربيهم في الخلاط، وبعد ما بيطلع بتروحي حاطه عصره برتقال، واشربي على قد ما تقدري. يعني كل ما تفتكري المشروب ده اشربيه، وخصوصا لو انت لسه عامله تمرين رياضي، يعني لو انت لسه مسخنه جسمك كويس قوي واخدتي المشروب ده، فانت اضمني تماما ان انت هتتخني وجسمك هيبقى مظبوط، وفي نفس الوقت صحتك هتكون كويسه، يعني مش هتعاني بعد كده من ترهل ولا من سمنه مفرطه ولا من مشاكل تانيه، لانه اغلب الناس اللي بيبداوا يستخدموا حاجات تتخن وخصوصا لو كانت حبوب بيعانوا من المشاكل دي بعد كده. يوصل الجسم اللي هم عايزينه، بس بعد كده ما بيقدروش يسيطروا، والجسم بيأفور منهم، وبيضطروا بقى يدوروا على حاجات ينزلوا الوزن.
ان شاء الله تكون كنا خفاف على قلبكم، وعملنا حاجة تفيدكم او قلنا معلومة تفيدكم. وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.